لأنك تجمع ما بين المحبة ديال الحياة في طاعة الله، وهذا المصدر ديال الطاقة اللي بها تحملات يعني الألم ديال المرض وسنوات ديال المرض، يعني أشهد أنها لم تتأفف دائما من هذا المرض، لم تصدر عنها ولا كلمة واحدة. ما نتكلموش على لي ديبرسيون ولا شي ما كاينش، يعني ما عمر صدرت منها ولا كلمة واحدة يعني ديال الضجر من المرض الطويل المزمن. مرة واحدة يعني في الأسابيع الأخيرة لما اشتد عليها المرض قالت يا سيدي ربي راني عييت، وثم استرجعت بسرعة قالت استغفر الله يا ربي ما عييتش، أنا كنقبل وكنرحب وكنفرح بالابتلاء ديالك. فهاد هاد الطاقة الأخلاقية الإيمانية هي اللي خلتها تمارس حياتها بكل يعني بكل نشاط بكل حيوية. فهاد السنة الأخيرة من العمر المرض تمكنت الحمد لله أنها أن تحفظ 20 حزبا من كتاب الله، 20 حزب وهي تقريبا مستلقية على الفراش، وفي هذا العام تكتب وتؤلف الكتاب ديال مدارج القرآن، يعني اللي ربما شفتوا الخبر ديالو من حوالي 450 صفحة. هادشي كله لأن عندها هذه الطاقة أخلاقية، تشتغل بتفاؤل، تحب الناس، تحب الخير، تحرص على من الشعارات ديالها الجميلة في الحياة، كتفتح صباح البيت ديال العازل يعني النافذة ديالها وكتقول هذا يوم جديد حسنات بالمزيد، وكتوضع برنامج ديال العمل ديالها اليومي من أجل العمل ديال الخير. فأسأل الله تعالى أن يرحمها ويتغمد بواسع رحمته وأن يغفر لنا ولها.